قدمت 23 منظمة حقوقية حول العالم بخطاب لوزارتي الخارجية والمالية الأمريكيتين، وجهت فيه اتهامات بارتكاب جرائم التعذيب ضد أفراد من 15 دولة. ولأول مرة يقدم اسم ضابطين مصريين، وهو محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية ومحمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لصعيد مصر، بدعوى أنهما نفذا عمليات تعذيب في مصر. هذه المنظمات طلبت بإنزال عقوبات اقتصادية على تلك الدول أو الأفراد المذكورين وفقا لقانون أمريكي يعرف باسم قانون ماجنيتسكي الدولي للمساءلة عن حقوق الإنسان، وهو قانون أقره الكونغرس الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2016. ويلزم القانون إدارة ترامب بإبلاغ الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه، وذلك بحلول 10 ديسمبر القادم. للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من واشنطن ريتشارد وايتس مدير مركز التحليل السياسي في معهد هيدسون، أرحب به. وأيضا نبدأ معه سيد ريتشارد، يعني كيف ترى هذا الجديد في ملف الحقوق، وخصوصا أن هذه 23 منظمة طالبت بتنفيذ بنود هذا القانون ماجنيتسكي أو القانون جلوبال ماجنيتسكي الأمريكي، كيف رأيت هذا الطلب؟ نعم، هذا القانون تم الموافقة عليه ردا على الانتهاكات التي طالت عدد من السيد ماجنيتسكي المعارض الروسي والذي سجن لفترات طويلة. لكن قبل عدة سنوات الكونغرس قرر بأن يطبق هذا القانون على مستوى عالمي، والفكرة من وراء ذلك تكمن في أنه لو كان للولايات المتحدة موقفا قويا إزاء مسألة حقوق الإنسان، فإن الدول والبلدان الأخرى ستأخذ بالاعتبار ما يترتب على هذا القانون، وبالتالي تأخذ في حسبانها العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها، وهذا يأتي ضمن جهود لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. إدارة ترامب قالت أو ذكرت بأنها ستقوم بتطبيق هذا القانون بشكل صارم، لكن هذا لم يتحقق إلى الآن. وبالتالي قدمت هذه المنظمات 23 قائمة بالأشخاص الذين تود تطبيق القانون عليهم، وهذا ما جرى في هذه الرسالة. سيد ريتشارد، يعني بالنسبة لما تحدثت عنه وما جاء في طلب هذه المنظمات أن هناك اسم ضابطين مصريين تحديدا، كيف يمكن أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا بشأن هذين الضابطين المصريين تحديدا قبل ديسمبر القادم؟ ما يمكن أن يحدث هنا أنه سيتم فرض عقوبات، وطبعا عفوا هنالك تداخل في الأصوات، لا أسمع صوت الضيف بشكل واضح. نعم، أرجو أن تبقى معي سيد ريتشارد. كان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي بين كاردن والجمهوري جون ماكين قد وجه خطابا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب فيه التدقيق في قائمة من 20 شخصا وكيانا حول العالم لمعاقبتهم بسبب ارتكابهم مخالفات ضد حقوق الإنسان وتورطهم في قضايا فساد. وقال موقع السيناتور بين كاردن أنه وماكين ينتظران ردا من إدارة الرئيس ترامب بشأن إمكانية تطبيق قانون ماجنيتسكي على الأسماء التي شملتها القائمة، ودعا عضو مجلس الشيوخ الرئيس إلى التدقيق في هذه الأسماء والتحري عنها لمعرفة إمكانية تطبيق القانون المشار إليه عليهم. أعود إلى السيد ريتشارد ضيفي عبر الأقمار الصناعية من واشنطن. يعني هناك دعوة من السيناتور ماكين ودعوات أخرى والمنظمات الدولية، هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية ستنفذ هذه الدعوات، خصوصا بعد التزامها بتطبيق هذا القانون جلوبال ماجنيتسكي تحديدا؟
المشكلة تكمن أن هنالك عوامل أخرى تدخل في المسألة. في السابق هذا القانون طبق على مسؤولين متوسطي المستوى وليس على مسؤولين رفيعي المستوى. والإدارة هنالك مسؤولون في الإدارة الحالية وفي الكونغرس قلقون أنه لو تم تطبيق هذا القانون بشكل أوسع على شخصيات من مصر والصين وغيرها هذا ربما يترتب عليه خسارة تعاون هذه الدول إزاء الملف الكوري الشمالي. إذن ليس بالضرورة أنه إذا ما طرحت بعض الأسماء على هذه القائمة وحتى لو كانت الأدلة ضدهم دامغة فإنه لن يتم ملاحقتهم على النحو المطلوب. سيد ريتشارد، يعني أفهم من كلامك أنه المسألة السياسية والعلاقات بين الإدارة الأمريكية والإدارة المصرية مثلا من الممكن أن تمنع تسليم الضابطين المصريين أو ملاحقتهم قضائيا أو توجيه الادعاء والاتهام لهم؟ هذا صحيح، نعم. في الغالب عندما تتخذ قرارات مثل من ينبغي أن تفرض عليه عقوبات والنقاش الذي يدور حول هذا الموضوع خصوصا فيما يتعلق بحرمان مصر من بعض المساعدات العسكرية والأخرى تدخل كثير من الاعتبارات في النقاش، لكن وطبعا مسألة حقوق الإنسان أو ملف حقوق الإنسان هو ضمن هذه الاعتبارات. والإدارة الأمريكية يمكن أن تتمنى عن اتخاذ إجراءات صارمة، ورغم أن هنالك بعض أعضاء الكونغرس ممن يطلبونه وبشكل قوي من الإدارة الأمريكية لأن تتخذ مثل هذه الإجراءات. سيد ريتشارد واتس، أرجو أن تبقى معي. ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الدكتور أحمد بدوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين. دكتور أحمد بدوي، أرحب بك. استمعت إلى ضيفي يتحدث عن أنه هذا القانون ربما يطبق وربما لا، وأنه المسألة ليست مسألة قضائية أو قانونية وليست التزام الإدارة الأمريكية بتطبيق هذا القانون فقط، وإنما هناك أمور سياسية أخرى، يعني ربما أشار إلى العلاقات بين الإدارة الأمريكية والإدارة المصرية. ما رأيك في هذا الكلام؟ كلام مظبوط. لما نبص على قرار قانون ماجنيتسكي ما بيكلمش أي حاجة لا عن تسليم ولا عن فرض عقوبات على الدول ولا عن ملاحقة قضائية. هو بيتكلم على نقطة محددة جدا، الناس اللي هيتم شملهم يعني في القانون دوت لو تم تطبيقه بالفعل ووافقت إدارة ترامب على تطبيقه هيكون بس إن يتمنعوا عن دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعملوش أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لو كان مثلا عندهم بطاقات ائتمان من بنوك أمريكية ما يقدروش يستخدموها. وانا الحقيقه ما اعتقدش ان يعني الضابطين اللي من الشرطه المصريه لا عندهم علاقات تجاريه مع الولايات المتحده الامريكيه، فهو قانون يعني في جانب رمزي اهم من وجود جانب عملي، وما اعتقدش ان دوت القانون دوت هيكون رادع لانتهاكات حقوق الانسان لا في مصر ولا في اي من الدول الاخرى اللي ذكرها الجواب اللي جاي من منظمات حقوق الانسان. نعم، ارجو ان تبقى معي. ينضم إلي عبر سكايب من واشنطن مارجو يوري، مديرة اتصال منظمة مراسلون بلا حدود عن منطقة شمال أمريكا. يعني أرحب بك سيدة مارجو، يعني هل هذه المنظمات التي قامت بواجبها وحددت وضع حقوق الإنسان في مصر والمتهمون تحديدا بالأسماء، هل ما طالبت به سيقف أمام الرغبة السياسية للإدارة الأمريكية والابتعاد عن الأمر القانوني والقضائي؟ أعتقد أن التقرير هو يحظى بدعم وتأييد من عدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، وهذا يظهر بأن الولايات المتحدة لا تأخذ موضوع انتهاكات حقوق الإنسان بشكل جدي، ولكن على ضوء الدعم الذي يلقاه هذا القانون والذي يشدد على الإدارة الأمريكية بأن تتخذ خطوات، أعتقد أنه يحظى بقدر كبير من الإمكانية لتطبيقه. سيدة مارجو، يعني أنت واحدة أو أنتم كمنظمة، منظمة مراسلون بلا حدود،
واحدة من المنظمات التي طالبت بتطبيق هذا القانون على هؤلاء المتهمين بتعذيب مواطنين مصريين. ما هي الخطوات القادمة في حال عدم تطبيق الإدارة الأمريكية لهذا القانون على هؤلاء الأشخاص؟ طبعا نحن سنواصل العمل مع هذه المنظمات، هذا التحالف من المنظمات غير الحكومية، بحيث نقوم بمشاركة المعلومات ونعزز عملية جمع الأدلة، وبالتالي نضع مزيدا من الضغوط على الإدارة الأمريكية، وذلك لحظها على تطبيق هذا القانون واتخاذ الإجراءات المناسبة. أرجو أن تبقي معي سيدة مارجو يوين. أذهب إلى الدكتور أحمد بدوي. دكتور أحمد بدوي، الحديث الآن عن المسألة الحقوقية في مصر، يعني ضيفتي تتحدث وتقول أنه هناك أشخاص وهناك مسؤولين وسيناتورز في الكونغرس الأمريكي يدعمون هذه المنظمات وهذا الطلب. كيف يمكن الضغط على الإدارة الأمريكية من خلال المؤسسات الأمريكية الأخرى لتنفيذ هذه الملاحقات بحق هؤلاء المتهمين في الحكومة المصرية؟ فاضل، عشان نكون دقيقين في التحليل، قانون ماجنيتسكي ملهوش أي علاقة بملاحقة قضائية أو حقوقية. القانون فقط بيعاقب الأشخاص من خلال منعهم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ومنعهم من أي تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع أكبر من ماجنيتسكي، الموضوع مشكلة انتهاك حقوق الإنسان في مصر بشكل عام، وإيه اللي ممكن الخارج يعمله عشان يوقف. وهذا السؤال، عذر على المقاطعة دكتور أحمد بدوي، هذا السؤال هو ربما له علاقة بمثلا لو الإدارة الأمريكية يعني انصاعت إلى طلبات المنظمات 23 الخاصة بحقوق الإنسان، أعتقد الأمر السياسي ربما هذا ربما لو صدر كما تفضلت إدانة لهؤلاء الأشخاص سيكون له مردود كبير على الناحية السياسية في تورط الحكومة المصرية والنظام المصري في قضايا خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. هيكون ليه مردود على الشخصين اللي تم ذكرهم في الرسالة اللي اتبعتت. هذا القانون موجه تحديدا مش لعقاب الحكومات، لكن موجه عشان يكون في عقوبات محددة على أشخاص محددة متهمين في وقائع محددة. يعني مثلا الشخصين اللي في مصر اللي تم ذكرهم كان بسبب واقعة محددة، وهي تعذيبهم للشخص المصري الأمريكي محمد سلطان اللي كان معتقل في 2013 وأفرج عنه في 30 مايو أو سبتمبر 2015. في الوقت دوت الشخصين دول تحديدا مارسوا عليه التعذيب ومنعوا عنه الرعاية الصحية، وده السبب المباشر والدليل المباشر أو الواقعة المباشرة اللي أدت إن هم يكونوا مذكورين في الخطاب اللي وجهته منظمات حقوق الإنسان المذكورة لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية. الموضوع أكبر، يعني مثلا التقرير الأخير من مؤسسة Human Rights Watch، تقرير وقعه السياسي وإحراجه للحكومة المصرية أكبر بكتير من اللي بيحصل دلوقتي. منظمات حقوق الإنسان عندها أسلوب بالإنجليزي اسمه naming and shaming، من ضمن الأدوات المهمة بالنسبة لهم إن هم يحددوا أشخاص بأسمائهم عشان يكونوا عبرة وعشان يكون تجريح ليهم على المستوى الأخلاقي وربما كمان على المستوى القانوني، إن هم يكونوا عبرة عشان ما فيش أشخاص تانية زيهم يمارسوا التعذيب. وده بالضبط اللي بيحققوه من خلال رسالتهم وطلبهم لتطبيق القانون دوت على الأفراد المصريين. لكن مثلا إن الوزارة الخارجية الأمريكية تمنع معونات عن مصر بمقدار ملايين الدولارات زي ما شفنا الأسبوع الماضي، أو الكونغرس يقرر أن المعونة العسكرية لمصر هيتم تخفيض 300 مليون دولار منها، هذا شيء أهم وأوقع وبيدي رسالة واضحة وصريحة للحكومة المصرية أو أي حكومة أخرى أن في هيكون يعني نتيجة مادية لانتهاكات حقوق الإنسان. هذا شيء بالنسبة لي وأعتقد بالنسبة لناس كثيرة أهم وأوقع من تطبيق هذا القانون ماجنيتسكي اللي تطبيقه محدود جدا، ويعني وأعتقد أن أهميته رمزية إلى حد كبير أكثر ما هي أهمية يعني قضائية أو حقوقية. أرجو أن تبقى معي دكتور بدوي.
أعود إلى السيدة مارجو، يعني استمعت إلى ضيفي يتحدث عن أنه هذا القانون ربما لن يكون خطوة كبيرة في طريق حصول الضحايا على حقوقهم، وسؤالي لك هو كيف يمكن لآخرين عذبوا ويعلمون المتهمين بتعذيبهم أن يصلوا إلى المنظمات الدولية وإليكم، وأن تقدم هذه الأسماء بشكل واضح للعالم كله أن هؤلاء متهمين أيضا بتعذيب مواطنين؟ طبعا Human Rights Watch هي التي تقود هذه الجهود، إضافة إلى عديد المنظمات، وتسلط الضوء على قانون ماجنسكي، وطبعا هذا له علاقة بموضوع انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن للمتأثرين أن يلجأوا إلى هذه المنظمات بشكل مباشر. نعم سيدة مارجو، أيضا السؤال اللي بعده هو الحديث عن أنه هذا القانون ربما يعني محدود، لو حتى قامت الحكومة الأمريكية بتطبيق هذه المطالبة فسوف يتم حرمان هؤلاء من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن التحرك بعد التقارير الدولية، تقرير Human Rights Watch وتقرير اللجنة مناهضة التعذيب وتقرير من مستقل أيضا من مراسلهم بلا حدود، كيف يمكن ملاحقة المتهمين بالتعذيب؟ يعني كيف يمكن مواجهتهم قضائيا؟ إلى أي دولة تشير؟ أشير إلى مصر. إلى مصر. أعتقد أن المواد الواردة في قانون ماجنسكي يمكن أن تطبق، فمثلا في أذربيجان وهي إحدى الدول المستهدفة في قانون ماجنسكي العالمي، هنالك صحفي يعمل لجهة مستقلة في أذربيجان اعتقل، والسيناتور ديربن من ولاية إلينويز، قدم طلبا لمنع مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في اعتقال وتعذيب هذا الصحفي من دخول الولايات المتحدة، والسلطات هنالك اتخذت إجراءات بحقه، لكن كما ذكرت الولايات المتحدة تقوم بإدراج أسماء هؤلاء الأشخاص في ضمن قائمة الخزي وما يسمى بالنيم أند شيم، وطبعا هنالك أمر يمكن أن يطبق في هذه الحالة، وهو أن يمنع هؤلاء من دخول الولايات المتحدة وحتى يمنع من التعامل مع مؤسسات تجارية. لذلك أنا أعتقد أن قانون ماجنسكي عندما يطبق وبشكل كامل ضد مسؤولين أدينوا أو اتهموا بانتهاكات لحقوق الإنسان، فإنه يمكن أن يكون له تأثير واضح وكبير. نعم أرجو أن تبقي معي. نشاهد الآن مشاهدينا صور الضباط المتواردين محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية ومحمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لصعيد مصر، ومعلومات تعريفية عنهما. نعم هذين الضابطين تحديدا، محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية ومحمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لصعيد مصر، متهمين بأنهما نفذا عمليات تعذيب في مصر. ضيفي تحدث وقال أنهما تحديدا، ضيفي من برلين قال أنهما تحديدا متهمين في تعذيب الناشط المصري الأمريكي محمد سلطان.
أذهب بعد هذا العرض وهذا المعلومات حول الضابطين المصريين المتورطين في تعذيب مصريين حسب تقرير 23 منظمة. أذهب إلى السيد أحمد بدوي. دكتور بدوي، يعني إذا كنا نتحدث عن العار أو نتحدث عن الخزي بالنسبة لقانون ماجنيتسكي مثلا بالنسبة لهذين الشخصين، ألا يعتبر تورط هذين الضابطين إقرار من المنظمات الدولية بأن هناك منهجية للتعذيب وأن هناك تعذيب من الشرطة المصرية بحق مصريين؟ اسمين يعني يتهيأ للناس ان هم بس الاثنين دول اللي عاملين انتهاكات لحقوق الانسان وان كل حاجه غير كده ماشيه كويس. انا عندي مشكله الحقيقه مع قانون ماجنيتسكي ده. القانون محدد لافراد معينه، طبعا مهم لو اي حد ارتكب انتهاكات في حق اي انسان لازم طبعا يعني يتم اعلان اسمه وتجريحه وخزيه وكل هذا الكلام ومعاقبته قضائيا، لكن مش هم الاثنين دول بس اللي بيرتكبوا انتهاكات لحقوق انسان في مصر. في ناس كتير جدا من الداخلية ومن الجيش وحتى أفراد الشعب مع بعضهم بينتهكوا حقوق آدميتهم طول الوقت. فأنا أخشى أن التركيز على اسمين فقط، طبعا مع كل الحق في التركيز على أي اسم أي حد بينتهك حقوق الإنسان، أخشى أن التركيز على الاسمين دول بس يعطي الانطباع أن يعني فيما عدا ذلك كل شيء تمام، وإحنا نعلم جيدا أن كل شيء مش تمام. دي نقطة. النقطة الثانية يهمني وكان يبقى أفضل لينا بكتير إن ما يجلناش حاجة زي كده من الولايات المتحدة ولا من بريطانيا ولا من أي حاجة، إن إحنا كدولة يعني متحضرة وعندنا دستور وعندنا تاريخ وعندنا حضارة، إن يكون التعامل بيننا وبين بعضينا بشكل يعني أرقى وفي أخلاقية وفي احترام للقانون من غير ما حد من بره يجي يقول لنا أو يعلمنا إزاي إحنا نحترم حقوق نفسنا وحقوق الإنسان داخل بلدنا. هذا شيء طبعا يعني نفسي إنه يحصل في مصر وفي كل بلادنا، إن من ذاتنا من داخلنا نتعلم إن الإنسان ليه حرمة، إن التعدي على الإنسان شيء غير مقبول سواء بالضرب أو بالإهانة أو أي شيء من هذا القبيل. هذا شيء عفى عليه الزمن يعني، وعشان فعلا يعني نحس بآدميتنا لازم حكامنا يفهموا إن ما في طريقة لأمنهم والأمانهم والتطور بلادنا غير احترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات. وهذا شيء يعني نفسي أنه يحصل من غير أي ضغط خارجي، لازم يكون شيء ذاتي ومعمول عن قناعة ذاتية، ونتعلم إزاي نحترم بعضنا حتى على مستوى الشعب مش بس على مستوى الدولة. نعم دكتور، أرجو أن تبقى معي. أنقل هذا الكلام إلى ضيفي عبر سكايب من القاهرة محمود إبراهيم، نائب رئيس مركز الاتحادية للدراسات الذي ينضم إلي. أستاذ محمود رحب بك. سمعت إلى ضيفي يتحدث ويقول يعني لماذا في مصر يعني ينتظرون أن تتم مواجهتهم واتهامهم من قبل منظمات دولية، من قبل لجنة في الأمم المتحدة، يعني بانتهاك حقوق الإنسان. لماذا لا يتم احترام حقوق الإنسان المصري والمواطن المصري؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ هو أولا بس اسمح لي أوضح أنه لا يوجد اتهام، يعني أنا لا القضاء الأمريكي في الموضوع ولا القضاء المصري ولا أي قضاء في الدنيا. دي شوية تقارير هنا هناك يعني اختلف نتفق، دي مسائل سياسية وحقوقية نتناقشها، لكن لا يوجد اتهام من القضاء لأحد بحاجة، وبالتالي نحن أمام تقارير متواترة وادعاءات يعني ما فيهاش اتهام لحد بحاجة. المسألة الثانية أنه مين قال أنه مصر ما فيهاش احترام لحقوق الإنسان؟ ولكن يعني مش عايز اذكر مثلا قبل يناير كان وضع حقوق الانسان ازاي وكيف كانت الدوله انشات المجلس الدولي المجلس القومي لحقوق الانسان وتعاملت مع الملف بجديه، وجاءت يناير بكل ما لها وما عليها فتراجعت حاله حقوق الانسان في مصر. حاله حقوق الانسان في مصر مش مرضيه، الناس اوضاعها مش على احسن وجه، ولكن احنا زي البلد اللي خارجه من الحرب يعني مع الوقت المسائل دي بتتطور، ويعني مع الاستقرار كل ما بيزيد الاستقرار كل ما حالة حقوق الإنسان بتتحسن وهتتحسن، وحرية الرأي والتعبير وحرية الحق في الحياة كل هذه الأمور بتتطور. يعني احنا كنا فين من الاعتداء على الأقسام وقتل الضباط في أغسطس 2013 والعصامات والإضرابات في الشارع والقتل. أستاذ محمود يعني أنا عذر على المقاطعة، أنا أتحدث هنا عن حق الإنسان المواطن المصري اللي تم الحديث عنه من لجنة مناهضة التعذيب من الأمم المتحدة. هذا تقرير أممي
تواصل مع السلطات المصرية، وجه لهم انتقادات، طالبوا بأن يأخذوا وقت لإصلاحها، عادوا إلى هذا التقرير مرة أخرى إلى اللجنة، لجنة مستقلة من 10 أشخاص دوليين ويرأسهم مفوض خاص، ووجه هذا التقرير منذ أيام إلى الحكومة المصرية، اتهمت فيه النيابة العامة، اتهم فيه الشرطة، اتهم فيه الجيش ولأول مرة بانتهاك وتعذيب حقوق مصريين. هذا ناهيك عن أنه العام الماضي والعام القبل شاهد تقرير عن وفيات داخل أقسام الشرطة في مصر. ألا تعتبر هذا انتهاكا لحق المصريين؟ بالإضافة إلى إغلاق 400 موقع وإغلاق صحف واعتقال صحفيين، ألا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان، حقه في التعبير، حقه في الحياة، حقه في الحرية كما تقول في مصر؟ لا، حتى لو في، يعني ممكن نختلف او نتفق مع التقارير ومع الارقام ومع كل شيء، لكن حتى لو في، هي الدول بتعالج هذه الامور. يعني اذا كانت النيابه العامه قصرت فيجب انه المسؤولين على القضاء والنيابه العامه يقوموا باصلاح امورهم بحيث انه يتم معالجه الشكاوى بشكل افضل. اذا كانت الشرطه هناك انتهاكات، طبعا يجب محاسبه اي شخص، يعني لا احد يرضى يعني انتهاك حقوق المصريين، وبالتالي يجب انه يتم المحاسبه. ربما تاخر هذه محاسبة الدولة والبيروقراطية والتعامل السياسي مع هذه الأمور، لكن في النهاية الأوضاع كلها كما ذكرت، يعني حتى لو في انتهاكات، أنا لا أنكر أنه أوضاع كل إنسان في مصر يعني ليست مثالية بكل تأكيد، لكن أنه في النهاية كلما زاد الاستقرار كلما سيتم التعامل بشكل أسرع وبشكل فعال أكثر مع هذه الأخطاء والتجاوزات، سواء من ضباط أو حتى لو كانت ممنهجة من بعض الجهات. مثلا يعني إذا كان في جهة معينة تتصور أنها فوق القانون وتستخدم أدوات، ده يتم بوقت من الأوقات تراجع هذا الانتهاكات والأمور بتمشي. يعني أنا برى أنه الاستغلال السياسي بيعطي لهذه الأمور أكبر من حقها الحقيقة. طيب خلينا سنعود إلى مناقشة هذه النقطة تحديدا، هي حتى لو كانت ممنهجة واستغلالها استغلالا سياسيا، لكن اتهم محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خلال إحدى جلسات محاكمته اثنين من قيادات وزارة الداخلية المصرية بتعذيبه داخل السجن، وطلب البلتاجي في كلمة للمحكمة بفتح تحقيق فيما تعرض له من تعذيب مادي ومعنوي بشكل متكرر، وآخره السبت الماضي على يد اثنين من قيادات الداخلية وهو مساعد وزير الداخلية حسن السهاجي واللواء محمد علي مدير مصلحة السجون. ووقائع التعذيب التي تمت لي ولبعض زملائي، لكن أتكلم عن نفسي، لم تتم على يد ضابط صغير ولا شوشية في السجن، لكن تمت على يد اثنين من أكبر قيادات وزارة الداخلية شخصية، هو السيد اللواء مساعد وزير الداخلية اللواء حسن الصهاجي واللواء محمد علي مدير مباحث مصلحة السجون، حيث قام في مرات أربعة أخيرها يوم السبت 6/8 باستدعائي من جنسياتي، أحيانا مقيد اليدين للأمام وأحيانا مقيد اليدين خلفه، أحيانا بالنهار وأحيانا الساعة 12 بالليل دون أي سياق ولا مبرر، وحينما أذهب إليه مكبل اليدين حدث الآتي: السيد اللواء محمد علي مدير مصلحة السجون المباحث الجنائية مصلحة السجون يقول بكاميرا يمسكها بيدي شخصيا لتصويري بعد أن يجبرني على موقف محمد إبراهيم البلتاجي. قام اللواء محمد علي بنفسه بسب دينه أمام عشرات كل 50-60 وسب أمي بأحط الألفاظ لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا، لتعليق على هذا الموضوع معي عبر الهاتف عمار البلتاجي نجل القيادي الإخواني محمد البلتاجي. عمار، أرحب بك وأرجو أن توضح لنا ما هي الانتهاكات الأخرى التي حدثت لوالدك. ألو؟ أيوة عمار، تفضل. من فضلك لو تعيد السؤال مرة أخرى، لم أسمع. عمار أهلا بك، وأرجو أن توضح لنا ما هي الانتهاكات التي يعني صدرت من ضباط في مصلحة السجون تجاه الدكتور محمد البلتاجي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الاتهامات الانتهاكات ليست جديده، هذا من اللحظه الاولى. هذه الواقعه التي تحدث عنها والدي تحديدا كانت قبل انتقاله لسجن العقرب، كان في سجن ترى، وهو ايضا السجن المشار اليه في التقرير الذي اصدرته او في الخطاب الذي اصدرته المنظمات الحقوقيه اليوم. التقرير اليوم كان بيتكلم على واقعه على مجموعه وقائع انتهاكات بحق محمد سلطان، بحق المواطن محمد سلطان، لكن لم يشر اليه بالاسم في التقرير، لكن كان منها اتهامات موجهه للواء محمد علي اللي هو صار مدير امن. ووالدك يا عمار، والدك دكتور البتاجي ذكر اسم محمد علي. نعم نعم، هو نفس اللي هو الذي قام بتعذيب محمد سلطان وقام بتعذيب الدكتور صلاح سلطان، هو ايضا الذي قام بتعذيب والدي الدكتور محمد البلكاجي ومجموعه اخرى معتقلين في سجن الترى. وهو صار بعد كده مدير مساعد لوزير الداخليه. الشخص الثاني هو اللي هو حسن السفادي، ده كان بيشهد شخصيا على التعذيب، على التفتيش بالكلاب الحراسه في وسط الليل، على تجريد الجنازين من كل الاحتياجات، من كل المستلزمات الشخصيه ومن كل الادويه ومن كل الكتب الموجوده، كان بيشرف على نفسه اخفاء الجنازين من كل شيء بما فيها الادويه لبعض المعتقلين بيحتاجها بشكل يومي لانه في حاله صحيه صعبه جدا وما يحظى باي رعايه صحيه على الاطلاق. الواقعة اللي تمس اللواء محمد علي واللواء الاخر المذكور اليوم في التقرير، اللي هم الاثنين بالمناسبه ايضا تحاكموا على مصلحه السجون وصاروا الاثنين مديرين لمصلحه السجون في فترات مختلفه. والعمليات الانتهاكات وعمليات التعذيب اللي بتحصل بتجرب اوامر مباشره منهم، يعني اللواء محمد علي في شهود على انه بنفسه كان حاضر وشاهد على عمليات تعذيب في سجن ترى بنفسه، يعني مش من خلال اوامر عن بعد، كان حاضر بنفسه وقائع تعذيب. ده تضمن في التقرير بتاع اليوم. نعم، شكرا عمار البلتاجي. نعم. نجل القيادي الاخواني محمد البلتاجي. يعني اخذ هذه المداخله واخذ ايضا ما جاء في الفيديو واذهب الى السيده مارجو يوين. يعني استمعت الى شهادات اخرى تتحدث عن شخص، هذا الشخص مذكور في اتهام المنظمات الـ23 وهو اللواء محمد علي، وهو الرجل الثاني حسب الاتهام الذي وجهه الدكتور البلتاجي الان. يعني كيف يمكن لهؤلاء الضحايا أن يواجهوا هؤلاء المتهمين؟ ولو تكررت أسماء أخرى كيف يمكن التواصل مع المنظمات الدولية لذكر أسماء أخرى؟ التواصل مع منظمة Human Rights Watch والمنظمات الإنسانية الأخرى وتزويدهم بكل ما يتوفر لديهم من معلومات وأدلة وبراهين يمكن أن تستخدم لإدراج أسماء آخرين في هذه القوائم. ذكر اللواء محمد علي مرة أخرى من أشخاص آخرين، هل هذا يعضد اتهامكم لهذا الشخص تحديدا في الشرطة المصرية والسجون المصرية، وأيضا يحرج الإدارة الأمريكية لتطبيق أو هذا القانون ماجنيتسكي؟ I'm sorry, I got the question was for someone else. سؤال مرة أخرى. سؤالي لكم، هل ذكر اسم محمد علي من المتهمين الموجودين في المعتقلات يعضد اتهامكم للسلطات المصرية وربما يجبر الحكومة ويضغط الحكومة الأمريكية لتطبيق القانون ماجنيتسكي؟ أعتقد أن ما تسأله هو أن هذا المسؤول الذي ذكر مرات متعددة ومشاركته في عملية تعذيب أخرى. نعم نعم. طبعا عندما يذكر اسم أحد الضباط في حوادث أخرى من التعذيب فهذا أعتقد أن من شأنه أن يساعد إلى حد كبير دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد هذا الشخص، سيما وأنه ارتكب أكثر أو شارك في أكثر من حالة من حالات التعذيب ضد
مصريين. يعني أنتقل إلى موضوع آخر خاص بكم في مراسلون بلا حدود. أنتم أصدرتم تقرير يتحدث عن إنه الحكومة المصرية تؤمم وسائل إعلام، ذكرتم تحديدا ديلي نيوز إيجيبت والبورصة والموقعين الإخباريين مصر العربية وبوابة القاهرة. يعني كيف وثقتم انتهاكات الحكومة المصرية بحق وسائل إعلام مصرية، الضغط عليها، ربما إيقافها، الاستحواذ عليها وإدارتها؟ Again, I'm sorry, but I don't really understand your question. لم يصلني السؤال بشكل واضح. أنتم كما تعرفون نحن مراسلنا بلا حدود، نحن نقوم بتوثيق كافة الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات الإعلامية والصحفية في العالم، لذلك نحن نتابع ما يحدث في مصر ونقوم بجمع معلومات من الميدان وبمساعدة أطراف داخل مصر. ونحن نعرف أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي يتم إغلاقها، بما في ذلك موقعنا في مصر تم إغلاقه. نعم. سؤالي الأخير لك، يعني ربما لم تتضح الصورة في سؤالي الماضي، سؤالي حول أربعة مواقع أو أربعة صحف مصرية تم تأميمها. أنت ذكرتم في تقريركم الصادر حول هذه المواقع الأربعة، كيف تعاملتم؟ هل وجهتم توثيقا بهذا الأمر إلى المنظمات الدولية أو ماذا فعلتم؟ طبعا احنا أعلننا رفضنا واستنكارنا لإغلاق هذه المواقع الأربعة والصحف الأربعة، وأظهرنا أن ذلك يتعارض مع حرية الصحافة وحرية الإعلام. وطبعا هذه المواقع وإغلاقها ووصفها بهذا الوصف هو يعد انتهاكا لحرية الصحافة، وهذه كما ذكرنا منعت من العلم من العمل عفوا، وذلك لأنها أدرجت على هذا النحو في مصر، ولم يتم تطبيق أي إجراءات قانونية حقيقية تدعو أو تقود إلى إغلاق هذه المؤسسات الإعلامية، لذلك ما من سبب يدعو إلى إغلاقها. نعم، شكرا جزيلا السيدة مارجو يوين مديرة الاتصال بمنظمة مراسلون بلا حدود عن منطقة شمال أمريكا، شكرا جزيلا لك. أذهب مشاهدينا إلى دكتور أحمد بدوي ضيفي عبر سكايب من برلين الألمانية. دكتور بدوي، استمعت إلى ما قاله عمار البلتاجي وما جاء في الفيديو الذي تحدث فيه الدكتور البلتاجي أمام المحكمة، وأيضا استمعت إلى ضيفي السيد محمود إبراهيم يتحدث وقال حتى لو كان التعذيب ممنهج، ف يعني هل ذكر اسم اللواء محمد علي تحديدا مرة مع الدكتور بلتاجي ومرة في تقارير أخرى، يعني ونحن حاولنا أن نتواصل معه ومع الضابط الآخر لكن لم يرد ولم يجدنا أي رد منهما. وسؤال لك دكتور، يعني الآن كيف يمكن لهؤلاء الضحايا أن يوثقوا هذه الاتهامات، وكيف يمكن الضغط على النظام المصري من أجل حقوق هؤلاء الضحايا؟ زي ما يعني ما الضيفة الكريمة ذكرت، لازم التواصل مع منظمات حقوق الإنسان وتوفير الأدلة عشان يتم الضغط. لكن أحب أوضح مرة أخرى، يعني أنا أملي الكبير إن إحنا ما ننتظرش إن يجي على مصر ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني بتنتهك حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل مكان في العالم. عيب عليا كدولة متحضرة ان يوصل بي الحال اني انتظر ضغط من الخارج عشان حكومتي تحافظ على حقوقي كإنسان. لازم يكون في تفعيل حقيقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان. الدولة لازم تبين جديتها في ان هي عندها القدرة على احترام حقوق الإنسان واحترام القانون واحترام الدستور. المجلس القومي لحقوق الإنسان لازم يكون هيئة مستقلة وحتى يتم إعطائها الضبطية القضائية، وتكون مراقب حقيقي على أداء الشرطة والجيش. لو الدولة فعلا عايزة تقنعنا إن التعذيب مش ممنهج وإن هي حالات فردية، أوكي متفقين،
يبقى في الحالة ديت الدولة لازم تثبت ان هي فعلا جادة ان يكون في تغيير للثقافة السائدة في مصر، والثقافة ديت موجودة حتى من الستينات والخمسينات حتى من الاربعينات. عندنا ثقافة بتدي لضابط الشرطة الحق انه يشتم وانه يضرب وانه يهين. هذه ثقافة في تركيبة الداخلية الشرطة المصرية، هذا شيء غير مقبول، هذا شيء غير آدمي، لا ينم عن ان احنا داخلين القرن الواحد والعشرين. دكتور بدوي، وهذه النقطة تحديدا يعني انقل لك ما ذكره ضيفي السيد محمود ابراهيم، انه ما فهمته منه بانه ربما يعني هناك، هو وصفها بانها اخطاء العالم كله يصفها بانها جرائم، ووصفتها تقارير دولية جريمة ضد الإنسانية. هل يمكن من اجل مسمى استقرار البلد والبلد في حالة حرب من الإرهاب ان يتم إلغاء حق الإنسان في التعبير عن رأيه، وحق الإنسان في انتقاد السلطة، حق الإنسان في التعبير عن احتياجاته وحريته؟ شوف، أنا فاهم ضيفنا الكريم برضو يعني تفكيره إزاي. لازم نوضح، أكتر شيء بيهدد الاستقرار هو انتهاك حقوق الإنسان. شفنا حكايات كتير إن ناس بتخش السجن ويتم تعذيبها داخل السجن، أول ما تطلع من السجن بيتحولوا يبقى إرهابيين. أهم شيء في حالة حرب، لو إحنا فعلا بنقول إن إحنا في حالة حرب، أهم شيء إني أأمن جبهتي الداخلية. أأمن جبهتي الداخلية إزاي؟ إني أحافظ على كرامة الناس وأدلهم الدافع إن هم يقفوا ورايا كدولة ويقفوا ورايا كحكومة ويساعدوني في إن أنا أنتصر في الحرب. فمقولة إن عدم الاستقرار هو السبب في انتهاكات حقوق الإنسان، أعتقد المقولة ديت فيها يعني غلط كبير، لأن انتهاك حقوق الإنسان هو اللي بيؤدي ويزيد من عدم الاستقرار. هذه معادلة بسيطة العالم كله اكتشفها. عشان كده لما بنلاقي بلاد هنا في ألمانيا وفي بريطانيا وفي أمريكا، ما هم برضو بيعتبروا نفسهم في حرب ضد الإرهاب، ما بنشوفش خالص حكاية إن حد يضرب حد في الاسم أو يهين حد. الدولة عندها ما يكفي من الأدوات القانونية إن هي تعاقب وإن هي تقمع وإن هي تحط الناس في حدودها، المجرمين والإرهابيين. مش محتاجة أبداً إن هي تستخدم أدوات غير قانونية، ومش بس هي أدوات غير قانونية وغير أخلاقية، لكن بتؤدي لنتيجة عكسية، بتؤدي ان اللي داخل دوت عشان استجوبه او ممكن يكون مشتبه فيه بيطلع بعد التعذيب او بعد الاهانه بيطلع حانق على الدوله وحانق على المجتمع، وبيتجه ان هو يبقى ارهابي. واحنا عندنا توثيق لحالات كتيره مشابهه. ففعلا يعني نفسي ان احنا نتعقل، وان الدوله تاخد يعني الامر دوت بطريق يعني بشكل جاد. اهانه الانسان شيء لا يمكن. أرجو أن تبقى معي دكتور. نعم دكتور بدوي، أرجو أن تبقى معي. أذهب إلى سيد محمود إبراهيم. سيد محمود إبراهيم، يعني كما نقلت ما قلته إلى الدكتور بدوي، وأنقل ما قرأه الدكتور بدوي مرة أخرى، وهو أنه ليس هناك مبرر لفقد الإنسان المصري حقوقه، حقه في التعبير، حقه في الانتقاد، حقه ورأيه، حريته، تحت مسوغات أيا كانت هذه المسوغات، كما قال الدكتور أحمد بدوي، وخصوصا أنه قال أنه التعذيب أثناء الاتهام ربما يصنع رجلا إرهابيا. ما رأيك في هذا الكلام؟ أولا أنا بالتأكيد لا أختلف مع الدكتور أحمد بدوي، دي مسألة مبدئية، يعني لا أحد يختلف أنه لا يجب انتهاك حقوق الإنسان أبدا ولا تعذيب أي إنسان مهما كان، دي مسألة ما فيهاش كلام. لكن الخلاف دايما بيجي فين؟ في أنه الادعاءات هل هي حقيقية أم مبالغ فيها أم لم تحدث من الأساس، أم هناك جهات سياسية أو أغراض سياسية وراء هذه الادعاءات أو وراء هذه تكبير هذه الأمور. يعني وارد أنه يحصل انتهاك، عادي ممكن بيحصل حتى في الولايات المتحدة وارد، ولكن الدولة هل بتحاسبه أم لا؟ ولو ما حسبتوش هل اصلا الانتهاك وقع ام لا؟ يعني دي الادعاءات السياسيه ومحاوله تسجيل نقاط سياسيه ضد النظام. لا لا استاذ محمود، يعني حضرتك النهارده لا نتحدث النهاردة هنا، عذر على المقاطعه، دي مثال واضح جدا، عذر على المقاطعه، نحن هنا لا نتحدث عن سياسه، نحن نتحدث عن شان حقوقي، عن حق المواطن المصري الذي عذب، يعني سواء كان مسلم او مسيحي، المواطن المصري الذي عذب في الاميريه وقتل بتعذيب من شأن ضابط أو ضابط قتله أثناء تحقيق معه،
هو نفسه مواطن آخر مسلم في قسم المطرية، أربعة مواطنين في 2014-2015. هو الطبيب الذي تم اعتقاله من صيدليته في الإسماعيلية وتم تعذيبه وسقط ميتا، وأنت قلت لا يعني أنه المنهجية لا مشكلة في، يعني ليس لا توجد لديك مشكلة في منهجية التعذيب. يا أستاذ مصطفى، نعم. حضرتك إيه بتدخل عيشة في مرخير؟ لا أنا لا يا أستاذ محمود، أنا لا أعرف عيشة ولا مرخير، أنا أسألك عن التعذيب. أنت قلت أنك راضي بالتعذيب. حضرتك ما جبتليش، حضرتك هتقطعني ليه؟ بس أنا دلوقتي المسألة واضحة يا أستاذي. حضرتك بتتكلم عن محمد البلتاجي ومحمد سلطان ولا عن بتاع المطرية اللي انضبط خلال 3 سنين؟ أنا يعني لا أتحدث يا أستاذ محمود، أنت سألتني، أنا لا أتحدث وليس لي رأي، أنا أنقل لك المنظمات الدولية والحقوقية والمنظمات المصرية تتحدث عن التعذيب الممنهج في مصر ضد المواطن المصري أيا كان. مفيش تعذيب ممنهج أصلا، مفيش تعذيب، دي أخطاء والتجاوزات اللي بيقولوا ممنهج هم جماعة الإخوان وأنصارها والسياسية. الأخطاء والتجاوزات دي يجب محاسبتها ولا نقبلها على أحد، ولا الداخلية نفسها بتقبلها، ولا القضاء بيقبلها، ولا وفي ضباط اتحبسوا لكن لا يذكر هذا في الإعلام، وفي ضباط خدوا أحكام ومسألة واضحة يعني. لكن طيب أستاذ محمود، أستاذ محمود أرجو أن تتكرم علينا باسم ضابط والحكم اللي خدوا في قضية تعذيب مواطن ليس سياسيا يعني. نعم تفضل. لا مش قدامي حالا، لكن انا اجيب لحضرتك ليست. طيب فين فيها؟ فين الليستة؟ على الاقل 20 ضابط خلاص تم محاكمتهم ونقلهم ومعاقبتهم بسبب انتهاكاتهم للمواطنين. دي مسائل وموجوده. انت قلت انت ليس يا استاذ محمود، انت قلت انه ليس لديك معلومات، فكيف اتيت؟ لا مش قدامي، مش قدامي حالا. يا لا طيب. ارجو ان تبقى معي استاذ نعم استاذ محمود ابراهيم، ارجو ان تبقى معي، سنعود اليك. في الشأن الحقوقي المصري ايضا قالت منظمه هيومن رايتس ووتش ان السلطات المصريه انتهكت مرارا حقوق زوجين في الاجراءات القانونيه الواجبه منذ اعتقالهما في 30 يونيو 2017 واحتجازهما لاحقا. واشارت المنظمه الى ان وزاره الداخليه اعتقلت علا القرضاوي وزوجها حسام خلف دون امر قضائي لعلاقتهما المحتمله بجماعه الاخوان المسلمين، واحتجز في الحبس الانفرادي 70 يوما على الاقل. وقال محامي العائله ان وكلاء بنيابه امن الدوله العليا استجوبوا الزوجين كل على حده دون حضور محام. وفي 2 يوليو امرت النيابه باعتقالهما على ذمه التحقيق لتهم متعلقه بالارهاب، لكنها لم تقدم اي اتهامات بطريقه رسميه. وقد جدد وكلاء النيابه اعتقالهما دون مراجعه قضائيه منذ ذلك الحين. عبر سكاي من واشنطن معي آية حسام ابنة الزوجين المعتقلين علا القرضاوي وحسام خلف. آية أرحب بك وأرجو أن توضحي، الكثير من الناس يتحدث ويقول أنه أي من الأشخاص المعتقلين هما متهمين باتهامات، وسؤالي لك حتى يكون الإجابة واضحة، هل هناك اتهامات لوالديك واضحة بارتكاب جرائم انتمائهما للجماعات أو غيره؟ تم تحديد هذه الاتهامات؟ طيب السلام عليكم، اهلا وسهلا، بشكركم على الوقت دوت. هو مبدئيا ما فيش اي تهم اتقدمت بطريقه رسميه لحد اليوم، يعني المحامي ما اطلعش على اي اوراق رسميه او اي تهم رسميه توجهت ليهم، لكن في تهم توجهت بطرق غير رسميه، يعني هم بيدعوا ان هم متهمين بتمويل او الانضمام لجماعات ارهابيه او جماعات يعني غير قانونيه، ولكن ما فيش اي حاجه رسميه اتقدمت، اي اوراق رسميه او اي دلائل رسمية تقدمت لحد الوقت ده. المحامي ما اطلعش على أي حاجة رسمية لحد الوقت ده. نعم. أي ما هي أوضاع والديك وحقوقهم أثناء هذا الاعتقال في سجن تورا، أو والدتك أيضا في السجن الآخر في تورا؟ الوضع حاليا سيء جدا، وده يعني اتأكد كذا مرة في البيان اللي طلعته Human Rights Watch النهاردة، وكمان البيان اللي طلعته Amnesty من يومين. يعني كل تقريبا كل حقوقهم الطبيعيه اللي المفروض ياخدوها سواء بالقانون الدولي او حتى بالقانون المصري منعوا عنها من اول لحظه القبض اللي تمت من غير يعني من غير تصريح لحد التحقيق اللي تم من غير محامي. ومن ساعتها احنا بقالنا 75 يوم ماما وبابا الاثنين في حبس انفرادي تام لمده 24 ساعه. تقريبا الوقت الوحيد اللي بيشوفوا اي اشخاص تانيين هم الخمس دقائق اللي حارس السجن بياخدهم يعني للحمام في اول اليوم، ولما بيشوفوا المحامي في كل تجديد كل 15 يوم. لكن غير كده ممنوع عنهم زياره الاهل، وممنوع عنهم حتى زياره المحامي، فهم حتى ما عندهمش فرصه ان هم يقابلوا المحامي ويتكلموا في اي شيء قانوني يعني. ده غير ان هم ما عندهمش سراير يناموا عليها، مش بيدخلوا لهم اي اكل نظيف او ميه نظيفه. المعاملة سيئة جدا جوه ليهم هم يعني، خاصة غير كل الناس التانيين اللي موجودين في السجن، وده اتأكد يعني كذا مرة في
في البيانات اللي طلعت، لدرجة إن ماما يعني تعبت جدا الفترة اللي فاتت واضطروا ينقلوها المستشفى لمدة يوم أو يومين. فحالتهم حاليا سيئة جدا يعني، ومفيش ملهمش أي حقوق من المتعارف عليها تحت أي قانون دولي أو مصري أو أي قانون آخر. يعني هو الحبس الانفرادي في حد ذاته لمدة طويلة زي كده من غير أي تبريرات في حد ذاته يعتبر يعني خرق للقانون المصري وخرق للقانون الدولي، ويعتبر في حد ذاته تعذيب يعني. نعم. يعني آية، سؤالي لك، يعني دائما الحكومة المصرية تقول أنه تم اعتقالهم على خلفية انتماء لجماعة الإخوان المسلمين، على التمويل غيره. سؤال حتى تكون الصورة واضحة، هل فعلا لوالديك أي علاقة بجماعة الإخوان أو أنشطة سياسية أو أنشطة متعلقة بجماعة الإخوان في مصر؟ لا، ماما وبابا الاثنين ما لهمش اي علاقه بجماعه الاخوان المسلمين. بابا ما زال عضو في حزب الوسط، وهو عضو يعني يعتبر ضد الاخوان المسلمين الى حد كبير يعني. وبابا اعتقل لمده سنتين تحت نفس التهم ديت، وفضلوا سنتين يحققوا في التهم دي، وافرج عنه من غير يعني من غير اي تهم ثبتت عليه. فيعني من الصعب انه يكون دلوقتي بعد سنه يعني اكتشفوا فجأة أن بابا من الإخوان المسلمين. وماما ليس لها أي عمل سياسي من أي نوع، ولا مع الإخوان المسلمين ولا مع أي جماعة تانية. يعني ماما ليس لها أي دور سياسي، وهم نفسهم لحد دلوقتي لم يقدموا أي دلائل أو تهم واضحة، وليس معهم أي يعني دلائل يقدموها لإثبات الكلام اللي هم بيقولوه. دي مجرد تهم روتينية بتتقدم لأي حد من المعتقلين، وبيتحط فيها يعني ناس بأعداد كبيرة في قضايا، وبترمى يعني هذه التهم من غير أي دلائل ولا أي إثباتات يعني. لكن هما الاثنين ليس لهم اي دور في يعني اي عمل سياسي مع جماعه الاخوان المسلمين او اي جماعه تانية غير قانونيه في مصر يعني. شكرا جزيلا آية خلف، ابنه علا القرضاوي وحسام خلف، شكرا جزيلا لك. نشرت صحيفة تايمز البريطانية مقالا للكاتب جيلز ويتل، دعت فيه إلى وجوب معاملة الدكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي معاملة المنبوذ، وذلك في معرض تعليقه على اعتقال محام طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني. ويشير ويتل إلى أنه بعد 6 أعوام على الربيع العربي وثلاث أعوام على الإطاحة بالرئيس تحت الرئيس السيسي بسلفه في انقلاب، فإن مصر تحاول التمسك بموقعها بصفتها لاعبا دبلوماسيا مسؤولا في الشرق الأوسط، إلا أن السيسي أظهر مرة تلو الأخرى أنه لا يستحقها. فتحت في وقامت الأجهزة الأمنية بالتفوق على أسوأ التجاوزات في ظل نظام غير المأسوف عليه لحسني مبارك، وذلك عبر الاعتقالات الجماعية والعشوائية والتعذيب على قاعدة واسعة لسحق حتى المعارضة المعتدلة حسب مقال التايمز. وتخلص التايمز إلى القول إن الدكتاتور المصري الذي نصب نفسه يجب أن يقول الحقيقة بخصوص مقتل ريجيني، وعليه أن يفرج عن متولي دون أذى. وحتى يفعل هذا الأمر فإن الموقع الوحيد الذي يستحقه هو أن يكون منبوذا. أذهب إلى ضيفي عبر سكايب. دكتور بدوي، كيف رأيت هذا التقرير في الصحيفة البريطانية الذي وصف السيسي بأنه ديكتاتور موقعه هو أن يكون منبوذا؟ طبعا شيء مؤسف جدا. يعني أنا كمصري أيا كان بختلف أو بتفق مع رئيسي، لا يسعدني أبداً أن صحيفة من دولة أخرى تتهم رئيس دولتي بمثل هذا الاتهام، بغض النظر الاتهام دوت صادق أو مش صادق، أو وراه دوافع سياسية أو ما وراهوش دوافع سياسية. إحنا عندنا في مصر مثل يعني جميل جداً وواضح: امشي صح يحتار عدوك فيك. لو إحنا شايفين أن العالم كله بيتآمر علينا وأن في دوافع سياسية ورا كل اتهام بيجي علينا، طب نمشي صح. نمشي صح يعني الدولة لازم تثبت جديتها. لو إن الدولة فعلا بتقول أنا ما عنديش أي منهجية في انتهاك حقوق الإنسان ودي حالات فردية، أوكي نفترض جدلا إن الكلام ده صحيح، اثبتي لي يا دولة واثبتي للعالم ده كله اللي ابتدى دلوقتي ياخد موقف يعني أخشى إنه يكون فعلا موقف سيء جدا تجاه مصر بالذات في الأسابيع الأخيرة. اثبتي لي يا دولة واثبتي للعالم ان انت جادة في الكلام ده كله. فعالي المركز القومي لحقوق الانسان، اعملي يعني هيئة مستقلة، هاتي في ناس يعني فعلا، طبعا هو في ناس عظيمة دلوقتي لكن عضدي، خلي فعلا يكون في الخناقة على حقوق الانسان اطلعي انت منها كدولة. خلي الخناقة على حقوق الانسان ما تكون ما بين هيئة مستقلة
بتمثل نفسها وبتمثل القانون وبتحترم القانون، والداخلية أو الجيش أو أي حد بينتهك حقوق الإنسان. في الحالة دي الدولة هتؤكد للعالم أنا ماليش صالح، القضاء هيحكم ما بين الناس دول، واحد بيقول أنا اتعذبت بيروح للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والله لو عنده دليل القضاء لازم يعاقب الشخص اللي امتهن إنسانيته. لازم نفهم في القرن 21 فكرة أن ضابط شرطة يفتكر أن هو سيد والباقي عبيد، أو أنه يكون له الحق أنه يضرب أو يهين بطريقة غير قانونية، هذا شيء مخزي وغير مقبول. أرجو أن تبقى معي دكتور، ولازم كلنا نفهم دوت ونعترف به. نعم، أخذ تعليق أخير من السيد محمود إبراهيم. سيد محمود إبراهيم، تعليقك على ما جاء في مقال التايمز وما جاء في شهادة ابنة الدكتور حسام خلف والدكتورة علا القرضاوي حول حق والديها في الحصول على الإفراج لأنه لا توجد اتهامات. هو بس في الصحيح يعني استقبالا اللي أنا قلته، أنا جيت الحركة واقعتين محددتين أو عشان الرئيس مباحث رشيد محمد عماد اتحبس 5 سنين في 17 فبراير حكم نهائي، وأحمد الكفراوي رئيس مباحث أول طنطا 26/12/2016 عفوا برضو في قضية تعذيب وخد أشغال شقة مؤبدة. دي وقائع محددة أو عشان ما نقولش إنه محدش بيتحاسب. يعني حضرتك بقى طيب عشان الوقت، ردك على ما جاء في التايمز. يعني أنا أتصور أنه النهاردة أكبر رد هو أنه عودة السفير الإيطالي النهاردة لمصر، وده أكبر رد على أنه كل ده طبعا من حق التايمز دي أراء، يعني كل واحد يكتب اللي هو عايزه، إحنا يهمنا الأراء الرسمية، الأراء اللي في الجرائد دي يعني هم أحرار طبعا، وأنا أتصور أنها لا تمثل شيء، يعني حتى لا تمثل هجوم ولا تهديد للدولة، يعني ولا تنتقص من أي حاجة. الرد العملي أنه اليوم سفير إيطاليا عاد إلى القاهرة، اللي هم بيقولوا ريجيني، السفير الإيطالي عاد، الدولة الإيطالية نفسها عادت العلاقات مع مصر. فهرد اقول ايه بقى، خلاص خلصنا، يعني مساله خلصت انتهت، كل سنه وانتم طيبين. لا، كل سنه وحضرتك طيب استاذ محمود، لكن سؤالي لك، اذا كنت تعتقد انه القضيه هي قضيه خاصه بالسياسه، فايضا هناك اتهام من ابنه لمواطن مصري قتل على يد احد السائحين الايطاليين بان النظام المصري لم يعيد لها حق والدها. يعني ان نحن نتحدث عن حقوق المواطنين المصريين، ألا يستحق المواطن المصري أن يكون هناك من يدافع عن حقه، من يحترمه، ولا لازم يبقى الكلام من تقرير دولي، هيومان رايتس، التايمز، نيوز ويك، الكونجرس الأمريكي، كما قال الدكتور أحمد بدوي، لازم يأتي الكلام من الخارج؟ يا أستاذ مصطفى، هو ما قتلوش، ده ضربة طويلة، بودي خناقة بتحصل في رول الجنايات في اي محكمه في مصر، في 500,000 واحد والناس بتضرب بعض وبتموت عادي، يعني دي خناقه بين 2 مواطنين، الدوله ملهاش دعوه، واحد ضرب واحد وضرب افضى الى موت، بيخرج وبياخد براءه ولا سنه مع الايقاف ولا بتاع كلام، يعني ما فيهوش قتل وهذه الامور الكبيره، توصيف القانوني ضرب افضى الى موت، دي حاجه هي قالت هو ضربه، فالقانون بيقول كده، ضرب افضى الى موت، عقوبتها يعني ما تستاهلش هذه الضجه، وربما يدفع ديه ولا يدفع حاجه ويروح مع السلامه. انما في كل الاحوال في استغلال سياسي ضد الدوله، خلاص كل حادثه، يعني مواطن ضرب مواطن فبقى خلاص، ولا مواطن غير اجنبي ضرب مواطن مصري فبقى انتهاك للحقوق المصريين، نسيب بقى اللي بيغرقوا في المراكب ونسيب كل المشاكل والفقر والحاجات، ونقعد بقى نمسك في ايه الحكومه دي والضابط المباحث هنا والاخ اللي مقبوض عليه هنا وكان بيهرب فلوس ويقول لك اصل انا ماليش علاقه بالاخوان. شكرا جزيلا سيد محمود ابراهيم، فلوس الاخوان. شكرا جزيلا. الاخت اللي بتقول لك مفيش اتهامات، ما في حجز على الاموال بسبب تمويل الاخوان، مش عضو في الجماعه لكن بيفوت فلوس من هنا لهنا، بس بينقل الفلوس. شكرا لك محمود ابراهيم، ربما يبقى هذا كلامك انت، لكن يبقى الاتهامات الرسميه التي جاءت حسب كلام آية خلف ليس فيها أي اتهامات ولا دلائل ضد دولة. شكرا جزيلا لك محمود إبراهيم، شكرا للدكتور أحمد بدوي ضيفي عبر سكايب أيضا من برلين، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نتحول الزميل عمر فياض ليعرض عليكم وعلينا عدد من تعليقات مشاهدينا على موقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. إليك عمر حول الحالة الحقيقية في مصر. نعم، سألنا الجمهور ما إذا كانت ستنجح الضغوطات الدولية لوقف الانتهاكات داخل مصر، تحديدا انتهاكات حقوق الإنسان أم لا. هذا السؤال الذي طرحناه على الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لدينا العديد من الإجابات، وأبدأ من فيسبوك، وهذه الإجابة لإيمان
إبراهيم تقول أستغرب من هذا المجتمع الدولي الذي هو على علم بجرائم السيسي وجرائم عصابات الإنقلابية من مرتزقة العسكر، هكذا وصفت إيمان في تعليقها، أن يكون له مقعد في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان تقصد بهذا السيسي. نذهب إلى تعليق التالي لكمال، يقول لا لأن المحكمة أي لا لن تنجح هذه الضغوطات لأن المحكمة الدولية رهينة بيد الصهاينة، هكذا يفسر، وتصدر أوامر الاعتقال ضد البعض بينما تتجاهل القادة الأوروبيين المتورطين في جرائم حرب مثل توني بلير وبوش الإبن وتسيبي ليفني ونتنياهو. نذهب إلى رأي آخر في إجابة لعزة، تقول ما تمسح دمعتك إلا إيدك، كل بيدور على مصلحته، حقوق الإنسان ضاعت مع ضياع الإنسانية، هكذا ترى الموقف. أحمد يقول ما حك جلدك مثل ظفرك، إذن يعني مثل يشابه المثل السابق، ويقول الثورة لا بديل عنها، هكذا يرى أحمد. والتعليق التالي لأيمن يقول لازم من أمريكا القرار يأتي بوقف حقوق الإنسان، وقف عفوا انتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي تقف بعد أمر من أمريكا كما يوضح في تعليقه. منير يقول ستنجح كما نجحت في بورما ضد الأقلية الروهينجا، عندما يتعلق الأمر بالمسلمين لا أحد يتحرك ويضغط. نذهب إلى مشاركة إذن إلى تويتر، هكذا انتهت فيسبوك، إذن نذهب إلى تويتر، وهذه التغريدة لخيري يقول السكت عن الظلم كفاعله، لم نرى من هذه المنظمات ما يثلج قلوبنا، ما عسانا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. نذهب إلى التغريدة التالية ل هذا المشارك، يقول هذه الانتهاكات ليست جديدة على مسمع من العالم، ولكن يضغطون على هذا النظام من أجل مصالح معينة، هذا العالم ليس فيه مكان للضعيف أو المستضعف. التغريدة التالية لهذا الحساب يقول لن تنجح مع نظام سادي، هكذا وصفه، يعاني من فوبيا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، هكذا وصف النظام الحالي في مصر. ولطفي آخر المشاركين معنا يقول الشعب المصري القادر الوحيد على رفع الظلم، فهم يعلمون ممارسات النظام الغاشم وتأتيه المعونة منهم في النهاية.